دائما على هامش فعاليه الدوره 17 في مهرجان الفيلم مدينه مراكش كنستقبلوا لكم في النال القدير الحاج عبد الله فركوس. الحاج عبد الله فركوس مساء النور. زاكي مع راسك لا زاكي تلفتيني شويه مع اللوك جديده. لا ما تلفش انت راه من الشباب الزوينين المجتهدين. تبارك الله عليك السي الحاج. الله استاذ تحياتي. المهرجان توقف لمده سنه تعاودوا مجموعه من الاشياء التنظيميه، شنو يمكن لك تقول لنا على الدوره 17 ديال مهرجان الفيلم في مراكش؟ وفي الحق راه ما توقفش هي دابا من تدخل تيفوت الباريره وكتدخل لداخل وكتلقى الجمهور وكتلقى الصحافه متواجده بكثافه وكتلقى الناس اللي تيحبوا المهرجان وتيحبوا الفن وتتلقى فنانين وتتلقى مخرجين وتتلقى لجنه التنظيم. ما تقولش تتنسى بان راه العام اللي فات ما كانش، تتقول راه كان حيت ملي جينا دخلنا لقينا بحال الا البارح كانت الدوره واليوم ثاني دوره اخرى. لا انا بعدا ما كنحس بانه هو مهرجان زعما واخا العام اللي فات ما كانش، ولكن ملي انا تنحس بانه كان حيت كاين في الذاكره ديال المغاربه وفي الذاكره الفنانه وفي الذاكره ديال الصحفيين والناس المهتمين بالسينما كاين المهرجان. ولكن الحمد لله ملي دخلنا بخير وعلى خير بان لك الناس فرحانين بعد ما كاينش عليهم شي علاش ما كانش هذا الشيء العام اللي فات. كان الناس فرحانين وعجبهم الحال وكذلك ان شاء الله دروكا غادي نلتحقوا بجمع فينا باش نديروا الفيلم ديال الكورسه اللي هو معروض دابا مع 9 العشيه غادي نعرضوه للجمهور العريض ومنك الجمهور تيتسنى بواحد الكثافه والحمد لله المهرجان ديما زوين والناس ديالو زوينين وانا بخير انا فرحان وعجبني الحال زعما ماشي. طيب سيد الحاج، واقع السينما والفن بالمغرب كيفاش كتشوفوا؟ هو واقع السينما في المغرب زينه وكاين مجهودات وكاين كاين كاين انتاجات والسينما الحمد لله في المغرب مختلفه. انت تتشوف مثلا كل النوع كيداير، كاين النوع ديال داود ولاد السيد، كاين النوع ديال هشام العسري، كاين حمد بولان، السيد محمد عبد الرحمن التازي، كاين السينما ديال الفركوس، كاين السينما ديال سعيد الناصري، كاين السينما ديال نور الدين الخماري، كاين بزاف ديال الاخوان وكلها عنده واحد الشكل ومزيان تكون السينما متنوعه وهذا هو اللي جميل في المغرب. المغرب تيمتاز بهذه العمليه، كاين السينما متنوعه، كاين الجمهور عنده ما يشوف اي نوع سينما غادي يشوفوا في المغرب وهذا هو اللي جميل. لا مزيان غادي الامور بخير مزيان. استغلوا الفرصه سي عبد الله فركوس وتعرفوا على الجديد ديال الاعمال ديالك. الجديد ان شاء الله في الطريق. الجديد دابا هو كورسه اللي معروض في 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 جامعه فينا، ولكن الجديد ان شاء الله كاين مشاريع ولكن يلاه تبدا تتشوف. حيت انا شي سكوب. لا الجديد هو خص يكون شي حاجه في ايديك خدام عليها. خدامين على شي حاجه كتصورها؟ لا التصوير ما كاينش. لا مازال كان حي البيجا دوزيام الدوزيام حي البهجه الثاني مع خدام الورشات الكتابه دابا تيكتبوا باش ان شاء الله في شهر واحد نقدروا نديروا في التصوير ديالو. غادي يكون نفس الاسم؟ نفس على ما حي البهجه ولا غادي يكون؟ غادي يكون تنظن حيت المنتج السي النقري خالد النقري هذه يلاه راه نفس الاسم ونفس الطاقم نفس الناس اللي كتكتب نفس الناس اللي تيمثلوا يمكن حتى لهنا هذا هو على حسب المفهوم ديالي انايا. واخا كلمه الجمهور مواطن وموقع جمهور مواطن. ايوا الجمهور مواطن وحتى حنا مواطن. تبارك الله عليكم ومرحبا بكم وتنتمنى لكم سنه سعيده وامور زوين وتعيشوا في الساحه الفنيه تبقاو متبعين الفنانة المغاربة ديالكم لأن هو الجمهور هو 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 المتنفس ديال الفنان وكذلك الرياضي والصحفي وتنتمناو من الله يكون المغرب زوين والشتاء الحمد لله طاحت والله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا. تبارك الله عليكم. شكرا لك الحاج عبد الله فركوس. شكرا. مرحبا استاذ. شكرا.